بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن معادلة الميزانية. في محاضرة سابقة قلنا إنه في عندنا حاجة اسمها الأصول. لو أخذنا إشارة يساوي وكتبنا الخصوم زائد حقوق الملكية، أنا محتاج أحط الشكل هذا بالديزاين التالي وأوسع الخط شوي وأقول إنه الأصول أو معادلة الميزانية هي عبارة عن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. لو تذكرنا إنه الأصول هي ممتلكات المشروع والخصوم هي الالتزامات التي على المشروع مع حقوق الملكية. الآن الشاهد في الموضوع أنه لو أعطينا ظهرنا للشاشة هنلاقي الأصول على شقة اليمين والخصوم زائد حقوق الملكية على شقة اليسار، تمام؟ يبقى الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طيب خلينا مع بعض نتعرف على الأصول بشكل أقرب وأوسع. يعني لو جينا هنا وقلنا خلينا ناخد قائمة بالأصول، هاي اللي هو تحرير أو إضافة نص. أنا عندي الأصول، هركز على الأصول الثابتة، هركز على الأصول الثابتة اللي هي عبارة عن، نبدأ أول شيء أراضي، لأنه أي إنسان بده ينفذ مشروع بيحتاج إلى قطعة أرض. بعد هيك الأرض هنبني عليها المبنى، مباني. طبعا إحنا بنستخدم لغة الجمع، يبقى قطعة أرض، ها كيف تطلع وكيف بدنا نحفظها؟ قطعة أرض، الأرض عليها هننشئ عليها مبنى، جيد. طيب المبنى هذا بحاجة إلى إيه؟ إلى تأثيث وتجهيز. تأثيث يعني أثاث، طيب تجهيز يعني أجهزة ومعدات. أجهزة ومعدات. طب نعيد مرة تانية، بقى أرض عليها مبنى، مبنى بحاجة إلى تأثيث وتجهيز اللي هو أثاث وأجهزة ومعدات. ثم بعد ذلك لو كان مصنع بدنا آلات، وآخر شيء السيارات. هذه مجموعة الأصول الثابتة، 1 2 3 4 5 6، نحفظها مثل أسماء. طيب الآن حنروح لمجموعة الأصول المتداولة، روزات سي. حنروح لمجموعة الأصول المتداولة، مهمة جدا. أهو الأصول المتداولة. أول بند هناخده اللي هو النقدية في الصندوق، أي النقدية في الصندوق. بالمناسبة احنا مش هنقول النقدية في الصندوق، خلينا استخدم اللون عشان تثبت عندك في البيت. مش هقول النقدية في الصندوق، هقول الصندوق، هقول اللي هو ايه؟ الصندوق، تمام؟ لكن انا علميا بقول النقدية. ثم النقدية في البنك، نقدية في البنك، لأنه أي شركة بحاجة لنقود تكون في الخزينة ونقود في البنك. بعدين أوراق مالية، هاي أوراق مالية طبعا إلها اختصار، هنعمل الاختصار تاعها وهنحفظه، ألف ميم. ألف ميم. بعد الأوراق المالية عندنا المدينون، أو آسف قبل المدينون، آسف. عندنا أوراق القبض ولها أيضا اختصار، مين هي جدع، ها أوراق مالية ألف مين. طب أوراق القبض ألف، الحرف الأولى ألف قاف. طيب عندنا المدينون وعندنا
المخزون من البضاعة. طبعا أي شركة فيها بضاعة مخزنة سموها المخزون السلعي. تعالوا مع بعض نشوف البنود بتاعت الأصول بكل سهولة. لو عملنا هيك وعملنا إزالة هنلاقي البنود كلها من أجمل ما يكون أهو، اللي هو من الراتب أهو. يبقى عندنا الأصول الثابتة وعندنا الأصول المتداولة. حيكون فيش في المقابل اللي هو الخصوم وحقوق الملكية. الخصوم ثلاث مفردات، مش هنزيد عليهم الآن ولا مفردة، هنحفظ الثلاث مفردات بكل سهولة. ماشي، عندنا هنا قلنا مدينون هيقابلها دائنون، أو آسف، عندنا أوراق قبض هيقابلها أوراق دفع، واختصارها ألف دال. بدينا نمشي الأمور. عندنا مدينون هيقابلها دائنون، وعندنا نقدية في الصندوق أو نقدية في البنك. ممكن أنا أقول اللي هو القروض. جيد، يبقى هذه اللي هو الخصوم هنحفظها، وهي بتبقى علينا حقوق الملكية اللي هي عبارة عن بند واحد، مفردة واحدة اللي هي رأس المال. يبقى لو الآن واحد اطلع على المعادلة هيقول لي الأصول تساوي الخصوم زائد رأس المال، أو الخصوم زائد حقوق الملكية. مهم جدا نحفظ المعادلة. المعادلة هذه بحد ذاتها تمام، هي جزء أصيل جدا من علم المحاسب. وبالمناسبة ممكن نحول المعادلة لحرف تي بالإنجليزي. ممكن أحول المعادلة لحرف تي بالإنجليزي. تعالوا نشوف كيف أحول المعادلة لحرف تي. آسف، خلينا مع بعض سويا. حول المعادلة، آسف، لحرف تي بالإنجليزي. تعال أوريكم كيف بتحول المعادلة لحرف تي بالإنجليزي. أهو، لو جينا هنا ورحنا على واخدنا رسم الجدول، أنا بدي المحاي بس. ماشي، أنا بدي المحاي. معلش، أنا الفكرة، معلش سامحوني. الشاهد هاي تسمى اللي هو ايش، معادلة الميزانية او الميزانية. ميزان هاي الطرف الايمن بحط فيه الاصول، وهي الطرف الايسر بحط فيه الخصوم، وبنزل تحت وبحط اللي هو حقوق الملكية. الآن هذا الميزان هنا لو حطيت إشارة يساوي، لو حطيت إشارة يساوي حاعطيني نفس المعادلة، أعطيني نفس المعادلة. بص الفكرة، يعني الشاهد في الموضوع طبعا هذا مش محتاجينه تمام. الشاهد في الموضوع
أنا عندي أصولي تساوي الخصوم زائد حقوق الملك. هاي المعادلة هنحفظها بالشقين دول، هنرسمها لحالنا، وهيك بنكون انتهينا من محاضرتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.